حماية البيئة للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية. لكم الكلمة السيدة النائبة المحترمة. سيد الرئيس، على التدابير التي كتخذها وزارتكم من أجل حماية البيئة، نسائلكم اليوم. شكرا، تفضل سيد الوزير. سيدة النائبة المحترمة، على هذا السؤال، طبعا هو سؤال يتكرر باستمرار وكنقولوا في عناوين، لأنه أولا حجم التشريعات اللي في البلاد ديالنا منذ سنوات كيبين على أن هناك التزام حقيقي في كل ما يتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية. طبعا ومازال تشريعات أخرى، أنتم درستم قبل أيام، صادقتم على المشروع ديال القانون ديال التقييم البيئي، هناك أيضا مقترحة قوانين من السيدات والسادة البرلمانيين. ثانيا، العنوان الثاني هو عدد البرامج المتعددة فيما يتعلق بحماية البيئة، كتمشي من النفايات، تطهير السائل، التلوث الصناعي، الساحل، واللائحة طويلة. ثم أكثر من ذلك هو أنه على مستوى المراقبة هناك هيئات متعددة تقوم بالمراقبة. أكثر من ذلك أنه رغم حاجة البلاد ديالنا لاستثمارات ضخمة، مع ذلك لا يمر أي استثمار إلا إذا كان مناسبا يعني للشروط البيئية. رغم الحاجة ديالنا للاستثمارات والأموال والتشغيل، مع ذلك لا يقبل أي استثمار إلا إذا كان ملتزما بالشروط البيئية. طبعا مشاريع ضخمة فيها عشرات الملايير، ويمكن نكون لا جمعنا كاع المشاريع، راه كنتكلموا قبل 10 سنوات والعشر سنوات المقبلة إلى أكثر من 100 مليار ديال الدرهم فيما يتعلق بالاستثمارات في المجال ديال البيئة. شكرا سيد الوزير. تفضلي سيدة نائبة التعقيب. نعم سيد الوزير، غنتفاعل على مستوى آليات المراقبة ديال اللي باش تحافظوا على البيئة. وهنا سيد الوزير لو بداني نوه بالتفاعل ديالكم مع الملاحظات اللي كنقدموها كنواب الأمة. وغادي نتكلم سيد الوزير ونحط الأصبع على اللوبي الشره الذي يقتات على الثروة الغابوية ومقالع الرمال في بلادنا. وغنعطيك مثال ونموذجا اقليم الحسيمه اللي كيعرف واحد الشراهه في اجتثاث الغابات، غابه تيزيفري، غابه تيدغين، على مرأة من المسؤولين ولا من رقيب، وما مدى احترام هذا اللوبي الشره لدفتر التحملات. كذلك سيد الوزير، قمتم بطلب وبملتمس منا بارسال لجنه وطنيه لمراقبه مقلع الرمال بواد ترقيست واد السبت، لكن سيد الوزير هذه اللجنه فعلا مشات، وكنشكركم على التفاعل الجيد، لكن اللجنه عملت تقرير اسود، واكثر من هذا الجواب ديالها هو انها حالته على رئيس الجماعه اللي هو مالك هذا المقلع. وراسلناكم للمره الثانيه وقلنا لكم اللهم هذا منكر، طفل 14 سنه غرق في حفره اللي كتنتمي وكانت هي مخلفات ذاك المقلع. الان كنتسائلوا سيد الوزير، فوقاش يوقفنا هذا العبث؟ فوقاش يتفعلوا اللجان ديال المراقبه؟ فوقاش يتم اليات زجريه بهذا اللوبي الشره في البلاد ديالنا كلها، انه يحترم دفتر التحملات وما يقتاتش على الثروه البيئيه ديالنا؟ يمكن غيكون هو المكسب الوحيد لاي مدينه. والان كنتسائلوا على الرخص اللي كتعطى ديال مقالع الرمال. هل بعض المدن الصغيره اللي كتوفر على واحد المجال بيئي صغير هو متنفس للساكنه، تعطيو فيه رخصه لمقلع الرمال باش يدمر هذاك الاخر، ويبقاو النساء والاطفال ما يلقاوش واحد المرقع في غياب مجالات ديال الاستجمام؟ وبالتالي اليوم، عفوا سيدة النائبة، انتهى الوقت. هل هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ لا يبدو. تفضل سيد الوزير. شكرا سيدة النائبة المحترمة، الغيرة ديالكم كما السادة النواب على هذا الموضوع لأنه يغير جميع المغاربة. ولكن بغي نأكد لكم أن القانون ديال المقالع تغير كاملا بعد عقود من الزمن، ولو فيه شروط قاسية، شروط تيسيرية للاستثمار، شروط قاسية في البيئة. أي باش هذا الشيء يمكن يجي الأخ سعد قدر عمارة، لأنه المقالع في قطاع ديال التجهيز ويمكن يعطي مزيد من التفاصيل. المجال البيئي اللجنة خرجت، لكن في إطار التمركز كاينة لجان إقليمية. لجان، أي كنقول لك هناك لجان إقليمية رأسها السيد العامل، مكلفين بمتابعة كل الإشكالات المتعلقة بالمراقبة ديال المقاطع. ثم أيضا هناك الجماعات المحلية بالإضافة للمراقبة ديالكم. لكن إحنا جاهزين أيضا، لا يعطى أي استثمار في مجال طبيعي مثل ما قلتم ديال الساحل. شكرا سيد الوزير.